السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بنات؟ كلو بخير بصحة جدا ان شاء الله. وحكم معايا في القناة وطبخ سميرة، عواشركم مبروكة. اليوم البنات جبت لكم واحد المعسلة اللي مغنية على التعريفية البليغات، اللي كتجي رائعة مقرمشة بطريقة سهلة ومقادير بسيطة. كنتحصلوا ما شاء الله على هاد الطبق الكبير اللي كيجي رائع، واحد المعسلة اللي كتجي مقرمشة وكتجي هشيشة رائعة البنات، كتوجد بسرعه وكتجي غزاله غزاله في المذاق. غير 250 غرام ديال الدقيق كتحصل على هاد الكميه الوفيره ما شاء الله. بقاو معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا، وما تبخلوش عليا باللايك الا عجبتكم تابعه الحلقه، بارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب باش تعرفوا الفائده. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خير وفرجه ممتعه. بسم الله نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 2 كؤوس ونصف ديال العلبه ديال الدقيق او الفرن اللي مغربل. عندي تقريبا 2 كؤوس ديال الجنجلان او السمسم اللي غسلناه ونقيناه ويبسناه، ما محمرش، كنأكد على هذه المساله ما محمرش يعني خضر. 200 غرام، اللي بغات دير حتى 250 غرام، اللي بغات تنقص دير غير 150 غرام ممكن. عندي هنايا 65 غرام ديال الزبده اللي دوبناها هكذا، تقريبا يعني بين النصف و يعني تقريبا نصف كاس ديال الزبده. عندي جوج معالق كبار ديال ماء الزهر. عندي هنايا نصف ملعقه ديال النافع اللي طحناه. عندي نصف ملعقه ديال القرفه، قبصه ديال الملح، وعندي هنايا نصف ملعقه ديال خمير د حلوه او بينك باودر. الساشي اللي فيه 700 غرام كتقسموا على جوج. عندي هنايا الماء كاس الا ربع. في الاخير غادي نقول لكم شحال غادي يهز ليا. غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه هذا الدقيق او الفرينه، غنضيف هاد الجنجلان او السمسم، كنخلط هكا مع الدقيق، غنضيف هاد المكونين كلشي، كنرجع كنخلط. معسلة اللي ساهلة وسريعة وناجحة، حتى بالنسبة للمبتعد ساهلة وكتجي اكثر من رائعة. كنضيف هاد الزبدة، غنضيف هاد جوج معالق ديال الماء الزهر، صافي. دابا غنضيف الماء وكنجمع العجين، كندير الماء وكنجمع حتى كنتحصل على القوام اللي بغيت. الماء يعني عادي من السنبور. العجينه ما خصهاش تكون قاسحه وما خصهاش تكون يعني كتلصق في اليدين. صافي العجينه ملي جمعتها خصها تكون هكذا، راه كنجمعوها صافي. كنبقاوش هذيك الحبوبه ديال الدقيق، صافي كتجي هكا يعني ماشي قاسحه وماشي كتلصق في اليدين. انا خدات لي هذاك كاس الى ربع كامل لان يعني الوصفه عندي معتمده. نتوما على حساب الدقيق اللي عندكم، يما يعادل 125 مللتر ديال الماء. نتوما على حساب الدقيق اللي عندكم لان الدقيق كيختلف. صافي دابا ملي كنقسموها هكذا باش نسرحوها مباشره، نخليوها لا ترتاح لا والو، كيجي القوام ديالها. غادي نقسم العجين هكا على ثلاثة، صافي غنجمعهم نكورهم هكذا ونديرهم في واحد البلاستيك. نخليهم على جنب وهادي غادي نسرحها. دابا كنرش سطح العلبه من ديال الدقيق، صافي وكمل. كنجيب المدلك وغادي نسرح عليه العجين. العجينه واخا ما نخليوهاش ترتاح راه دغيا كتعطينا الطوع.
صافي ملي سرحت العجين خصها تكون هكا رقيقه كما كتشوفوا. صافي ملي سرحتها كنجيب هاد الجراره ديال الشباكيه كنقطع بها ديال الجوانب كنقادهم. هاد اللي كنقطعهم كنجمعهم ندهم في البلاستيك حتى كنكمل كنرجع نسرحهم. صافي كنجيب دابا قطعه كنقطع هكذا الحجم اللي بغيتو غنديرهم هكا مربعات صغار. كنرجع نقطع الجهه المعاكسه صافي. ملي قطعتها كتهزو هكا المربعات كديرو سبعكم هكا في الوسط كديرو هكا وحده من الفوق وكتضغطو مزيان باش ما كتحليكمش اللي غادي نقليوها. صافي بهذه الطريقه كتهزو هاد المربع كديرو هكا سبعكم في الوسط وكديرو وحده على وحده هكذا هاد القنوت وكتضغطو عليهم مزيان. صافي وكتحطوهم هكا فشي سنين. طريقه راه ساهله ولكن كتحصلوا على واحد المعسله اللي كتجي لذيذه بزاف. انا كنفضلها على الشباكيه وسهله ما كتاخذناش وقت طويل يعني اخر الحدق عفوا نقدر نستعد نصايبوها حتى الشكل ديالها كيجي رائع. صافي ملي كملت كلشي العجين درت هنايا الزيت ملي كتسخن مزيان كنقص عليها متوسطه وعندي هنايا العسل اللي حتى هو سخنته شويه باش كيكون خفيف لان كان عندي انا ثقيل بزاف. انا كندير عسل طبيعي نتوما كديروا اي نوع كتفضلوا. صافي دابا ملي كتسخن الزيت مزيان كنبداو نقليو البليغات ديالنا كنرميهم هكا في الزيت. صافي كنديرها هكا حتى كنعمر المقله كما قلت لكم النار عفوا الزيت كتكون ساخنه وكنقص لها كتم شويه متوسط باش كيتحمرونا على خاطرهم. كنبقى نقلبو فيهم هكا حتى كيتحمروا. ملي تبقى تحمروا غادي نحيدهم من الزيت ونسكرهم مزيان ما تخليهمش يتحمروا اكثر من القياس يجوا لكم ماشي زوينين. كنديرهم هكا في العسل كنغطيهم هكا في العسل مزيان ونخليهم يتشربوا العسل مزيان وانا غنمشي ندير يعني مقله اخرى. كنستمر هكذا طريقة سهلة بالنسبة للمبتدئات. كنعمر المقلة صافي كنبقى نحرك فيها حتى كطيب نفس الطريقة اللي درت في الأول. ملي كتكون يعني المقلة الثانية غادي تطيب كنحيد هادي من العسل كتكون معسلة مزيان كنصفيها هكا من العسل وكنحطها في واحد الطبق. كنحاول نشرح بالنسبة للمبتدئات ونهز هادي اللي طابت المقلة الثانية غنديرها في العسل حتى هي كيما شفتوا اللون كيكون هكذا يعني اصفر شويه غامق ما تخليهاش حتى تولي بحال
بني ما غاتجيكمش مزيانه، مازال غادي يعني غاد اللون ديالها غادي يدير عاد في العسل الا خليته حتى ولات لكم يعني حمرا مزيان في الزيت، غادي في العسل غادي لكم شويه وها صافي. غادي نستمر هكذا حتى غادي نكمل كلشي البليغات ديالي. هيا البنات البليغه ديالي ملي كملتهم كيجيو رائعين يعني كما شفتوا هذيك المقادير بسيطه، كنتحصلوا على واحد كميه كبيره ما شاء الله كما شفتوا طبق كبير ورائعه، واحد المعسله اللي كتحمر الوجه وسهله بلا ما نوقفوا بزاف الكوزينه كتوجد بسرعه، وكنحصلوا على واحد المعسله اللي كتجي مقرمشه ومعلكه غزاله البنات رائعه لذيذه لذيذه بزاف، وملي كنسخنوا شويه داك العسل كتبقى يعني شاده فيها رائعه البنات. شوفوا التقرميشه والتعليق كما نقول لكم غزاله البنات رائعه، كتجي فيها داك الجنجلان مع داك العسل لذيذه لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده غتعجب لكم، وتخرج عليا باللايك والتعليق ديالكم اللي كيشجعوني، كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا حتى الفيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.